المحلول والمعلق: أولاً: المخاليط: المخاليط هي تركيبة فيزيائية لناتج جمع مادتين أو أكثر من المواد بأي نسب كانت بحيث تحتفظ كل مادة بمكوناتها الكيميائية الخاصة بها، ولا يحدث أي تفاعل كيميائي بينها أو تكسير أو تكوين لأي روابط كيميائية. تنقسم المخاليط الى قسمين مخاليط متجانسه ومخاليط غير متجانسه المخاليط المتجانسه تتميز المخاليط المتجانسه بتوحيد مكوناتها بحيث تظهر كماده واحده ولا يمكن فصل مكوناتها بسهوله والمخلوط في تلك الحاله يسمى محلولا ثانيا المحلول ويتكون المحلول من مادة مذيبة أو "solvent" ، وهو المادة التي توجد بوفرة في المحلول، ومادة مذابة أو "solute" ، وهو المادة التي توجد بنسبة أقل في المحلول. والمادة المذابة ذات دقائق صغيرة للغاية، وتذوب بشكل كامل في المذيب، وتختفي تمامًا بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. كما انه لا يمكن فصلها فعند اضافه ماده كالسكر مذاب الى ماده كالماء مذيب والتقليب فانه يتكون مخلوط متجانس يسمى بالمحلول الحقيقي كما يسمى في هذه الحاله بالمحلول المائي لان الماء هو المذيب ثالثا المعلق المعلق هو مخلوط غير متجانس من مادتين او اكثر تمتزج مع بعضها بشكل غير منتظم ولا يحدث بينها اتحاد كيميائي ونظرا لان دقائقه كبيره نسبيا فانه يمكن رؤيتها وتمييزها بالعين المجرده كما انه يمكن فصلها بالترشيح وتترسب تدريجيا بترك الخليط فتره من الزمن تحت تاثير الجاذبيه الارضيه ومن امثله المعلقات مسحوق الطباشير في الماء: فهذا المعلق لأن حجم دقائق الطباشير كبير نسبياً، فبوضع مسحوق الطباشير في الماء والرج يتعكر الماء، ولا تختفي دقائق الطباشير، وبترك الخليط فترة من الزمن تبدأ بالترسب، كما أنه يمكن فصلها عن الماء بالترشيح. الفصل بالترشيح: الترشيح أو التصفية هي عمليه ميكانيكيه تفصل مواد صلبه غير ذوابه من الموائع سوائل او غازات وذلك بوضع غشاء مسامي يسمى مرشحا والذي يسمح للمائع بالتدفق والمرور خلال مسام الغشاء ولكن لا يسمح للمواد الصلبه او على الاقل جزء من المواد الصلبه بالمرور ويجب التاكيد على ان عمليه الترشيح ليست كامله وتعتمد على مقاييس المسام وسمك المرشح فضلا عن مواصفات المرشح الضوء والمحلول والمعلق يمرر المحلول الضوء ولا يشتته عكس المعلق الذي يشتت الضوء